علي سم. اليوم الذائر استطاعت انها تكسر الحصار، كان عليها حصار وضغط كبير من الفرديات الإماراتية اللي كانت معها حاضرة في الشوط. كيف تشوف هذا التكتيك اللي اليوم والله صار؟ يا طويل العمر الدائر ما حوصرت ابد، الدائر لحالها. نعم نعم بس كان عليها ضغط، ما عليها ضغط، الضغط على طال عمرك الثلاث المراكز من بعض، لكن الدائر لوحدها. نعم طيب ليس عليها حصار ابدا. طيب ابو